السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. معلش يا جماعة، أنا كنت متحمس، لا أنا لازم أقول لكم على اللي عملته النهاردة ده، لا لازم أقول لكم، ما ينفعش يعني ما صورش فيديو عن اللقطة دي، لا لازم أقول لكم. التطوير حلو برضو يا جماعة. النهاردة أنا جبت رامة أوريها لكم حالا أهي، وشوفوا ده شكل الجهاز. هو الحمد لله يعني شغال زي الفل، لدرجة انه بيعمل مونتاج زي ما شفته على قناتي، مونتاج حلو يعني، ممكن يكون قديم شوية ولكن الحمد لله، الحمد لله رضا، والحمد لله ان في تطوير يعني، الحمد لله ان في تطوير، لان في ناس يعني ما عندهاش كمبيوتر اصلا. وانا بجد يعني اتمنى من كل الناس ان حالها ينصلح، واي حد بيكافح انا بحترمه جدا، وان شاء الله كله يحقق اللي في نفسه ويجيب الجهاز اللي حبه. دي رامة لحظة ما توضح، ايوه لا مش دي الجديدة، لحظة خليكم معايا ايوه هي دي رامة 8 جيجا. رامة دي انا لسه جايبها النهاردة، وهنا الرامة ده اهي 2، وده 4، وده 2. طبعا عارفين ده معناه ايه. يعني 2 و 4 6 6 و 2، 8، 8 و 8، 2 في 8 بكام؟ 16. 16 ايه ده؟ هو يا عم حاسب لك تكسر. المهم يعني ما كان لازم اعمل فيديو، معلش يعني اعرفكم بالتطوير الجامد اللي حصل ده، مع انه لسه ما يواكبش سنة 24 للدرجة دي، ولكن الحمد لله رضا، في تطوير، في تطور، وان شاء الله الجهاز هيتحسن اكتر واكتر من كده. وده طبعا يعني زي ما بقول لكم في كل فيديو على قناتي، بالدعم الكافي هقدر اطور كل ده واقدر احسن محتواي، يعني هتشوفوا قناتي في مكان تاني خالص، ان شاء الله تشوفوا القناة في مكان تاني خالص. اول ما ابدأ احقق لا مش شروط الربح، اول ما احط اول دولار في ايدي من منصات التواصل الاجتماعي ومنها اليوتيوب، يعني انا لسه ما حققتش شروط الربح، فاحقق شروط الربح وابدأ فعلا وبجد يعني اكسب من على النت، واوعدكم ان المحتوى هيتحسن وهيبقى اجمد واحلى من الوضع الحالي بكتير. فكل اللي طالبه يعني لو المحتوى عجبكم من متابعيني ومن اي شخص جديد يعني يدخل القناة جديد، على فكرة الوطن العربي كله مرحب بيه، يعني السعوديين تشرفوني، انا بحب مقالبكم على فكرة، انا من معجبين مقالبكم. السعوديين، الجزائر، العراق، المغرب، يعني احلى تحية لكل البلاد العربية، تشرفوني في قنواتي وكل حساباتي على المنصات المختلفة، فيس، تيك توك، انستا، ايا كان. فزي ما قلتلكو لو انا حصلت على الدعم الكافي انا هحسن، اوعدكم ان المحتوى هيتحسن وهيبقى افضل واحلى ان شاء الله. والخطوة الجاية هتكون كارت الشاشة ان شاء الله، لما اطور كارت الشاشة جميل ده. يعني الجهاز هيبقى مش هقول فرق كبير، بس هو فرق يعني هيبقى افضل ان شاء الله، يعني ده تبقى الخطوة الجاية. وبس ده كان كل اللي انا عايز اقوله النهاردة، الفيديو الجاي هيجهز ان شاء الله، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.